بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المباراه ديال غدا مباراه مهمه بالنسبه لنا باش نهيو دور المجموعات، غنلعبوا في الملعب ديالنا. تنعرفوا بان البدايه ديالنا في دور المجموعات كانت بدايه غير موفقه، لان انهزمنا مع الترجي هنا بجوج لصفر، وبالتالي الجميع شك في الحظوظ ديالنا. الحمد لله كانت رده فعل قويه خاصة خارج الملعب ضد فيتا كلوب، جبنا انتصار من ملعب صعيب، ثم بدات الحظوظ ديالنا تتكثر، حققنا نتائج إيجابية وضمننا التأهل قبل من آخر مباراة. هذا شيء مهم جدا خاصنا نأكدوا عليه لأنه ماشي سهل. بطبيعة الحال فضل ترجع الله تعالى، المجهودات ديال اللاعبين كذلك، جميع الظروف اللي هي هيئوها الناس المسؤولين، والمسانده الكبيره ديال الجمهور ديالنا. بالنسبه للمباراه ديال غدا مباراه مهمه خاصنا ناكدوا فيها القوه ديالنا، لان مباراه بالنسبه لنا غتكون نهايه ديال الدور ديال المجموعات، ثم تهيئ المباراه المهمه جدا في الاسبوع المقبل، لان عندنا مباراه ضد مولوديه الجزائر يوم 9 في منافسة غير منافسة عصبة الأبطال، ولكن خصنا نبقاو غاديين في لاميم ديناميك، خصنا نحافظوا على الإيقاع ديالنا، وخاصة أن في المباريات الأخيرة الفريق أصبح عنده شخصية وقوة، وبالتالي غنهيئوا في أفضل الظروف إن شاء الله المباراة ديال تسعود بالمواجهة ديال فيتا كلوب غدا في الملعب ديالنا وأمام الجماهير ديالنا إن شاء الله. حنا مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، مباراة ديال غدا ما غاديش نريحوا اللاعبين إلا اللاعبين اللي حنا مضطرين أننا نريحهم. مثلا غدا غيكون غائب فابريس نجوما لأن عنده بعض الوثائق الإدارية اللي لازم أنه يمشي للكونغو باش يجهزها، عنده جواز السفر ديالو انتهى، خصو يمشي للكونغو باش يعاودو، بالتالي هو اللي ما غيكونش حاضر غدا. أما جميع اللاعبين الآخرين فهما جاهزين، خصنا ناخذوا الإيقاع ديال التباري، لأن منذ المجيء ديالنا ما كانش عندنا فرصة في أننا نلعبوا نفس المجموعة، وبالتالي غدا فرصة مهمة لنا في الملعب ديالنا أمام الجمهور ديالنا باش نحافظوا على التركيبة ديالنا، باش اللاعبين ياخذوا إيقاع وياخذوا مباراة بيناتهم في أجواء جيدة باش نجهزوا لمولودية الجزائر في الأسبوع المقبل هذا. ولكن كان عندنا اضطرار تغيير لاعب آخر أو جوج لاعبين آخرين فحنا غنكونوا مضطرين، أما الفكرة هي أننا ندخلوا بنفس الفريق إن شاء الله.